صباح الخير. حبيت أفكركم أن معادنا بكرة 13 يناير، موعد بث وكر المبدعين إن شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية والكويت وتركيا. وبرضو حبيت أبشر أبنائنا طلبة وطالبات المعاهد الموسيقية العليا وكلية التربية الموسيقية وكلية التربية النوعية قسم الموسيقى، إن إن شاء الله عندنا يومين مراجعة. اليوم الأول يوم الأربع في نفس الموعد برضو 8 بتوقيت القاهرة، واليوم الثاني يوم الجمعة برضو في نفس الموعد 8 بتوقيت القاهرة. يوم الأربع هتبقى مراجعة لقواعد ونظريات الموسيقى العالمية، إن شاء الله يوم الجمعة هيكون مراجعة لقواعد ونظريات الموسيقى العربية والمقامات العربية. شكرا، في انتظاركم إن شاء الله يوم 10 يناير بكرة الثلاث. السلام عليكم.